اه يا ليل واه يا عين عليك انت يا محمد، كامل الاوصاف الليله بصوتك وحضورك. حمائي؟ ايوه. وقفت له لمحمد؟ طبعا. شو بتقول عن صوت محمد وطاقته على المسرح بادائه لهالاغنيه للعندليب الاصفر؟ بصي، انا مش متفاجئ، انا عارف اللي هو عمله، انا عارف ان ده عنده، بس انا اظن النهارده الناس سمعت حاجه جديده من وقديت، ودي اكبر ميزه فيه، انه كل مره بيسمعنا حاجه جديده، كل مره بيسمعنا منطقه جديده في صوته واحساس جديد في غناه. وقديت الغنى ده مش بتاع السن بتاعك خالص خالص، صوت عندك امكانيات بتاعت سن كبير، عندك خبرات كتيره في صوتك، عندك احساس جميل، وعندك شخصيه منفرده، وده شيء مهم جدا ان يكون صوتك ليه حضور وليه شخصيه. انا ما فيش مره هسمع صوتك من غير ما اشوفك الا وهبقى عارف ان انت، ودي حاجه مهمه جدا. صوتك ما يتغلطش فيه،